السلام عليكم، يعطيكم العافية أعزائنا المشاهدين. هل تعلم عزيزي المشاهد أن إجراء فحص منظار القولون المبكر للسيدات والرجال عند عمر 45 سنة يقيك من شر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 66% ويقلل نسبة الوفيات في سرطان القولون بنسبة 53%؟ وهذه أرقام جدا زينة وجدا كبيرة وجدا عالية، ونأمل بالسنوات الجاية أنها تزيد أكثر، وهذا كله مثبت بالدراسات. حبينا نوعيكم ونحذركم أكثر، وما تشوفون شر، والله يكفيكم الشر إن شاء الله، ومشكورين.